قصة نفقة وحقوق زوجية، هي عندها حكم من المحكمة بالنفقة وهو عم يتهرب، وبيناتهم في كمان مشكلة بيت بيحمل اسمهم اثنيناتهم. نستقبل باستوديو على اكيد فاطمة خالد. ست فاطمة اهلا وسهلا فيكي. من وين بتحبي نبلش؟ من البيت، من النفقة، من العلاقة الزوج، من الزواج بحد ذاته؟ اللي بتحبه. انت هلا مشكلتك النفقه مع انا مشكلتي حل قضيتي وانتهي بقى، خلصنا بقى. انتوا انفصلتوا؟ منو عم ما في انفصال عندي بعد، يعني هجر. هجر هو شو مشكلته؟ يعني رجل متجوز ثلاثة ورجع، يعني تركك، يعني أول زوجي تركه مع بنته الصبي. هو شو بحب يتجوز ويترك أو بحب يتجوز؟ بيفهم، بحب يعمل تشكيلة. بدي افهم شو هي التشكيلة عند الرجل، يعني عم يجرب حظه. تجريب بنات العالم تجريبي يعني بحياته. شو أكبر مفاجأة كانت؟ يعني أكبر مفاجأة عندي فيه إنه انصدمت فيه إنه بيخلف وبيكب. أنت كم ولد عندك؟ عندي 8 بنات. لله الله يخلي لك وليدك. الحمد لله بحمد ربي ما إجيني غيرهم. شو بيشتغل؟ شوفير خط. الفان العلو ولا لا؟ لا اجار. هلا بالبدايه وقت تعرفت عليه انا انه طلبوني بيت عمي، انه انسان محترم والزوجي منا صالحه معه، والزوجي الثاني كذلك منا صالحه معه. أوكي. طيب الزوجي الثالث شو شفت منه العيب لحتى لي انه ارتفعت للزوجي الرابع؟ انت بتلومي نفسك؟ لوم نفسي انه بنصح كل انسانه، كل امراه ما تاخذ رجل متزوج مره وتنتين. يعني انت بتنصح المراه انها تعرف اكثر عن الرجل، تعرف اكثر، يعطي مجال يعطوا الاهل، يعطوا مجال لبنتهم تتعرف اكثر. فعلا يا فاطمه، وانت يمكن تعلمتي هالدرس بطريقه كثير صعبه كلفتك زواجك. طب هي قصه ماديا هالمحترم من 4 نسوان كم ولد عنده؟ 2، 3، 2، 5، 6 هلا صار 6 اولاد؟ 6 اولاد غير اولادك؟ لا مع اولادي. مع اولادك؟ بس قول عن 6 اولاد. طيب انا ولدين ومرأة وعم ببرم حول نفسي. اول مرأة هو عديم المسؤولية. هلا انا اكتشفته بهالاسلوب اللي تصرف وعديم المسؤولية هون. قد ايه عمرهم بناتك هلا؟ العمر كله شهر جاي 9 سنين. الله يخليك. الله. وصلكم قد ايه متجوزين؟ 10 سنين هون؟ صار لي 10 سنين هلا متزوجين. وما في ولا اي علاقات مع اولاده، يعني بينك وبين اولاده؟ هلا الحاليين اللي معي؟ ابدا. كنت كثر ما كانوا يعذبوني انه مشتاقين لابوهم ويبكوا معي. اتصل فيه ما يرد علي. اذا الموضوع واضح، خلينا نشوف تفاصيل اكثر مع جين عفيش اللي تابعت هالملف. قصة فاطمة التلاوي وخلافاتها مع زوجها قصة بتعاني منها نساء كتار، بتلتزم الصمت وبتتوجع لوحدها. قررت فاطمة الخروج عن صمتها، خبرتنا قصتها الحزينة تتحفظ حقها وحق بناتها من زوج برمل ظهره وما عاد سأل. صار إلي هلا 10 سنين ونص من زوجي، 8 سنين أنا وياه وسنتين ونص تركنا ورايح. من 2011 يعني؟ على عيد زواجي الثامن طعني بظهري. ما بدي أفهم ليه طعني؟ ما من حقه يناقشني إنه شو في عندك غلط؟ أنا هذا البيت أنا أسسته. قعدت 3 سنين ونص عند أخي ببيت أخي. وهذا العفش أنا اشتريته من مالي الخاص. كلياته مشان انه ما اطلع على بيت اجار واتبهدل، لاني شفته رزقته قليله. فاطمه الزوجه الثالثه بحياه بلال، هو مزوج قبلها منى وسعاد، تركهم، عنده اولاد منهم، ما تعرف عليهم. قلت عن سعاد عاطله، فاذا انت اللي عطل منك. قلت عن منى، منى ولدت وهربت وراحت، ما عرفت وين هي. ما اكتفى بلال هون،
وتجوز عفاطمة الرابعة من دون علمها، وعنده منها بنت رضيعة. رقطت عن تمي كل شيء، واخر شيء طعمني بوحدي ما بتسوى فرنجي. فاطمة ست قديرة وساهمت بنص حق الشقة بمنطقة باب الرمل بطرابلس. يعني وصلت معي دفعة 23,000 دولار. بيجي لهون بيضب غراضه وبيحمل حاله بيروح. قلت له بلال شو؟ لسا ولادك بعدن بالمدرسة وما حليت القضية، في عنا مشاكل بالبيت، بكره صاحب البيت بيقشطنا البيت. قام قال لي انت ما عيلك علاقة بالبيت، انت علاقتك بولادك، ضب ولادك، انت ست محترمة ضب ولادك وقعدي ببيتك وبس. انا قرقطت عن تمي ومنعت نفسي من كل شيء لأسس هالبيت واعمل أسرة محترمة مشان ما حدا يحكي عني يقول مثل الأولى والثانية. هي ما بتشتغل وما حدا بيصرف عليها، بتعيش من يلي بيعطوها اياه اخواتها. ما إلي عين عم انزل على المشروع وشوف جيراني، كنت انا وياه معززه مكرمه، اجمع كل شيء عطوني اياه توصل معي لل 100 دولار. ونفقات المدرسه مين بيعطيني اياهم؟ اهلي عطوني لما عملوا جمعيه واعطيت للمدرسه لنقلتن على مدرسه رسميه. وضع فاطمه الماده تحت الصفر، ما في شيء ببراده. هيدا كله أختي مديت لي ومغلفته وفرزه، إنه أهم شيء عندها الخبز. ضاقت الدنيا بوجه الزوجة القديرة والصامدة للآخر، بقى لها الحقلة تنزل تتسلق منها تطعم ولادها. رفعت فاطمة دعوة نفقة عبلال بعد ما تركها ومعاه تسأل، ربحت الدعوة وحكمت لها المحكمة ب 500,000 ليرة نفقة شهرية لإلها ولولادها. زوج فاطمة ما التزم بدفع النفقة، دفع مرة واحدة بس 2,000,000 ليرة بعد ما كمشوا الدرك. هو ملاحق اليوم من الدرك وفي بحقه 4 مذكرات توقيف، بيشتغل سائق باص عمومة على موقف التل. طب ليه ما بيلتزم بدفع النفقة؟ تنجاوب على السؤال نزلنا نحن وفاطمة ندور على بلال بشوارع طرابلس بعد ما تجهزنا بكاميرا خفية. سألتك عن بلال، قال لي مدامتك سألت عنك. انت قلت لي انه منو عم يجي؟ هو هلا شو فارق يا بيروت يا ما ركب، ما حمل ركاب الصبح ومشي؟ لا اي بلال، ما قدرنا نلاقي بلال مع انه فتشنا عليه كتير. وبمحاولة أخيرة حاولت فاطمة تتصل ببلال بركي بيأمن لها شي قرشين. ما بقي لي نفس احكي معه، حس حالي يعني شو بدي اقول له، انه كثير ما بقى فيني عم احمل. حتى اخر مرحلة عم اتصل فيك رد علي، الاولاد عم تبكي جعانة. شو يا فاطمة مرض؟ مرض سكر مرض. شو قصدك؟ عم بتهرب؟ بلا جدوى، دق الماي ماي. قررت فاطمة تحكي عن مأساتها، وصلت جرحها بصوت عالي، علت الصوت وبدها اليوم صوتها يوصل. هذا الشيء محرج كثير. هذا الشيء محرج لألي، أنا ست صالحة وبإيدي إنه أقدر أشتغل، ماني عاوزة حدا يصرف علي ولا على ولادي، بس خلصني أنت. بدي اخلص من مشكلته اولا لاتصرف اعرف اطلع بالمجتمع واشتغل وربي ولادي. بخاف منه لروح فوت واشتغل ويطلع علي شيء وسخه. مثل شو؟ يعني مثلا مثل اللي طلع اللي قبلي. شو يقول عنه؟ طلع بدون حق، قال انه هي معاشره رجل اول زوجي. حتى اخر شيء هي طلع شلت عليه دعوه، والدعوه ملت منه ما يعني ما عطاها حقوقه كنفقه، نزلت عن الدعوه. بس فاطمه نعم، شو ناطره من برنامج على اكيد؟ ناطره بدي حل، بدي حقي وحق ولادي. اللي هو النفقه او الشقه؟ يا النفقه يا نص الشقه، ونقدي المتقدم بالقانون لالي. اخر مره شفتيه من 6 شهور. ايه بتعرفي عنوانه وين؟ عنوانه ساكن بالتباني
بس تعرفي بالضبط وين يعني؟ بالضبط أنا جبت نتفة معلومات عنه إنه وين ساكن، لأنه أنت هو مطلوب هلأ مطلوب كمان الشرطة. الشرطة عم تلاحقوا يعني عم يستفز أخي لك استفز يعني يعني عم يعمل تصرفات لأخي يبتلف فيه. قال لي تعي خلصيني منه، شو هذا ناطرني لأبتلف فيه أضربه وأقتله لحتى اللي فوتني الحبس وهي فوت التربية يعني؟ أكيد مش هيدا هو الحال، لهيك فاطمة لجأت لبرنامج على أكيد، لأنه ببرنامجنا وقد ما تصعب الأمور دايماً منلجأ لحل المشاكل بالطرق السلمية وحبية. جينا موجودة بالشمال بترابلس عم تفتش عليه، خلينا نشوف إذا توفقت. ريجي إذا سمحتوا ديبلكس جينا عفاش. جينا إذا بان شو؟ مهمتنا اليوم بالبرنامج رح تكون شوي صعبة لعدة أسباب. زوجة لفاطمة زمان ملاحق من الدرك لأنه مطالبته بنفقة مثل ما كنتوا تعرفوا، فمتوارث فينا نقول عن الأنظار. بعد كم اتصال جربت نركب موعد معه وزبط موعدنا، فيك تقول بعد ساعة ساعة ونص يعني، مفروض إذا الله كان ميسرة نلاقي لها زوجة لفاطمة إن شاء الله. طيب كتير منيح، نحن يعني رح نضلنا مواكبينك وخبرينا شو بجد معك. ست فاطمة، انت بحال اعطاك البيت، يعني صار في اتفاق انه بيتنازل لك عن نص البيت وانت بتتنازلي عن موضوع النفقة، كيف ممكن تعيشي؟ عم بتفتشي عن شغل؟ بإذن الله، شهادتي معي وما بعتلهم، بس مصروفي. انت كنت تشتغلي مدرسة؟ كنت مدرسة وببرم. طب هو انت كل الوقت هلا ما فيك تشوفي الا المساوئ فيه، شو في شيء منيح الرجل؟ ما في شيء. عندي 1,200,000 بالمدرسة، بدي اسحب اولادي من المدرسه الخاصه على الرسميه، حقي اطلب هال1,200,000 من زوجي ولا مو حقي؟ اكيد ادفع للمدرسه الخاصه لانقل اولادي على المدرسه الرسميه، بيقول لي ما بدي اعلمهم، لكن انت حقك تخلف وتكب، ما بدك تعلمهم بس انا ام بدي اعلمهم، اعطيني ال1,200,000 لاعطيهم للمدرسه الخاصه وانقلهم، قال لي ما معي، صار نقاش بيني وبينه ضربني. مع كل الضرب ضربني انا، مني حيواني قدامه ليضربني؟ انا انساني مثلي مثله، ناقشني وين الغلط عندي لتروح تجيب زوجي رابعه علي؟ انا مجرم وزوجي مجوزه بناتها وعندها احفاد، انا بخاف من رب العالمين ما يعاقبوا بولادي. خلي يعاقبوا بنفسه يا لطيف، يا لطيف ما تحسن. خلي يعاقبوا بنفسه افضل يا لطيف، يعني انا اللي طلعت فيهم بهالدنيا هني هالطفلتين. شو اسمك؟ صفا ومروه. ما عندك شيء تخبريهم لصفا ومروه؟ عم بين برضو كل شيء عامل فيني، ماما بتقلي بابا بشتاق له، كل شيء عامل فيني بتقلي ماما بشتاق للبابا، منين انا بجيب للبابا؟ بتقله غير رقمه اول مره، ثاني مره زوجته بتفتح القبره علي بتقلي باشياء عندها ضمن البيت، بتودي لي رسائل استحي على كاميرتك، واحد ما بده اياكي، وين لحق؟ وين لحقتي؟ مش لحقته، لحقها مشان اطفالي بحاجه لإله، بتقول له كلمه بابا، مني مش لحقت كرجل لإلي، رح لحقته وصابر عليه انه الله بيهديه، في طفلتين بحاجه يقولوا له بابا. بعد الفاصل فاطمة بين أم ملوعة يا ماما اللي بدي تحكي لي على البابا، البابا بحبه، وزوجي مقهورة بروح بقوصه بجيب لني بحط لني قدامهم، واقعة بدوامة مع زوج تضمى وراح يصدمكن. هو عم بيحكي مع تضمى؟ مع تضمى ليك اقسم بالله خلي الدم يوصل. فاطمة عم تبكي على وضع عائلتها، ما عاد قادرة تكمل تحت رحمة زوج رافض يعطيها ويعطي ولادها حقوقهم المادية والمعنوية. ميت بعرفه ميت، بس بنتي بتقلي يا ماما اللي بدي تحكي لي على البابا، البابا بحبه، قولوا لي شو بعمل لهم، بروح بقوصه بجيب لني بحط لني قدامهم، قولي لي شو بعمل، طفلتين يعني كان مدللهم لانه برضه بعدهم طفلتين ما عم يفهموا شو هو المجتمع، شو تصرفات ابوهم،
بس بتقلي بابا بحبه. قولي لي شو بعمل، شو بتصرف، ما بقى فيني احمل منه اكتر من هيك. فتت على هالبرنامج. فهمنا دموعك يا فاطمة، ونحنا ما فينا نغير له اخلاقه لزوجك، بس كل يلي فينا نعمله هو انه نرد لك حقك القانوني، يا البيت يا النفقه. استاذه كلودين، يعني نحن هون عم نحكي على موضوع الشقه وعم نحكي كمان على موضوع النفقه، ما بعرف اذا مرتبطين او مش مرتبطين. هي موضوع النفقه هي اخذ حكم وهو مجبر انه ينفق على زوجته وعلى الاولاد. اذا ما دفع النفقه اصول المحاكمات المدنيه بتقدر هي لها تحبسه إكراهيا، حبس يعني سجن نحن عم نحكي، بناء لعدم تسديد قيمة النفقة يلي هو يعتبر دين. كل قسط شهري يعتبر دين مستقل، يعني حتى لو قصر عن قسط واحد تقدر هي. هو هلا صار له تقريبا سنتين مش دافع، دفع ست شهور يعني له سنة ونص منه دافع. بهالوقت جينا يلي كان بعدها ناطرة زوج فاطمة بلال اتصلت بالرجي وطلبت تحكي مع زفان. جينا الهيئة الزلمة وصل لهون زوجها لفاطمة وهو يعني يبدو فزعان، ما مسترجع ينزل من الفان. أكيد هو طبعا ما مستلق على شيء ولا حس على شيء، بس قاعد بقلب الفان. أنا صفيت بعيد شوي عنه ومع الكاميرا الظاهرة، يلا إن شاء الله خير. بلال مطلوب من الدرك وخايف ينزل من الفان لأنه صار له سنة ونص مش عم يدفع نفقة أولاده، فتوجهت جينا لعنده على شباك الفان. مسكر الإزاز، خليني أشوف. استاذ بلال يعطيك العافية، تنزل دقيقة أحكيك بليز. ما فيك، تبعي شخص بيحكيك على التليفون. تفضل. ايوه باش. الو. كيفك بلال؟ يعطيك العافية، زفان معك من تلفزيون المستقبل. ايه قلي. ماشي الحال؟ ايه حبيبي. أنا عم بحكيك باسم زوجتك. فاطمة خالد طلبت مني إنه أتدخل وفوت بوساطة بيناتكم. أخي والله العظيم شغلة صعبة، أنا أكتمل ما فيني علي، الله يرضى عليك، أنا أكتمل ما فيني، لأن أنا كان أخوه كان عم يحكيني على التليفون عم نسل الموضوع نحن بالرولي، ما فيني فوت على أي شيء أنا بعمله. جرب بلال يتهرب من الموضوع، ويهمنا إنه هو بحل المشكلة مع خيا لفاطمة، وحاول يرد التليفون لواسطتنا. أستاذ بلال. أيوه. فاطمة وضع يعني بالأرض وانت عارف شو الموضوع. وانا هسه هلا بلش بالشغل، يعني انا هسه عارفه انت لكن كان عندك انا عدت انا واخوه وابن عمنا وكل شيء، وكل المحاميه عم يتدخلوا بالموضوع كله سوا. طيب سلمنا جدل انه معك حق، بس ليه لجأت فاطمه لبرنامجنا؟ وهون اتدخل زفر. بلال انت ليه ما عم تدفع للنفقه؟ يعني هي عندها مسؤولية. أنا عايز بلش شغل وما إلي شو بلش بالشغل، لأن أنا ما كان معي دخل استثمار، وبتعرف الدولة أنت عبوس تقدير، الدولة ما بيخلوك تشتغل ولا شيء. ما شيء صعب الحلو. أهون شيء على الإنسان يلوم الدولة والآخرين وما يلوم نفسه. كلام بلال استفز وسطتنا جينا. لو مخلوقة ما في شيء، بس كل أنا زايا. مخلوقة بلال، مخلوقة فاطمة، ما عاتبها يعني عن جد حرام. لا قرار هذا فاضي المرأة والله حرام. انا بعرف هالشيء، وانا يعني وانا وضعي ايه مبين، وانا وضعي اصعب من وضعي. بس انا عم تشتغل بتضلك البرتية شوية بلال. يلا ما بدك تشتغل بحبك يا الله. انت شو عم تعمل ولا كان على البوس عم تشتغل؟ ما يلي ستنا مطولة على الشغل يا خي، وصل يومين ما فيش اكل، ما فيش اكل بالبيت يا بلال. طيب انت شو بدك؟ شو بدها؟ من الواضح انه ضيفتنا كان بدها رجال يوقف حدها ويكون بي لاولادها، لكنها اخطأت. هون تدخل زفان ليقول له شو بدها بالمزبوط فاطمة. يا بدك تعمل لها النفقة، يا بدك يا بدك تعطيها البيت، يعني لهي تعرف تتصرف. جاية صغيرة بس، جاية صغيرة. يلا معك. فواز الو. فواز مين خيي؟ أنت بتعرف تلفزيون على القهد عم قهد البعثة يا فواز؟ أكيد لا، مش هذا الموضوع. عصبوا. ولا بينت الحقيقة. يمكن كان فواز عم يتصل ويمكن لا، بس بلال لقى الموضوع حجة ليسكر الخط، وهون اغتنم ماتر سنه الفرصة ليسأل ضيفتنا هالسؤال. إذا هو ترك مرته هلأ هي الرابعة، إيه؟ بتقبل يرجع لي؟ لا ما بتقبل يرجع لا لي. ما بقبل. في ضحية رابعة لو ما في بيبي. إذا تركها لا ما بقبل. ما بقى ترجعي أنت؟ خلص ما بقى يصلح لألي ولا بشكل، بس بدل أبو وليدي. يعني انت بس عم تنطلق من منطلق انه ابو ولادك بس. بس ابو ولادي من حقي انا حافظ عليه هون على حقوقهم. برافو عليك. اول وحده ضيعت حقها وحق اولادها، والثانيه حربت وضاعت حق البنت، انا مني مستعد.
بهالوقت وبالرجي كنا عم نحاول نتصل بجينا وكان خطها مشغول. بالاخير ردت وفجأتنا بهالخبر. يلا جينا رجعت صارت معه. جينا زمان الزلمه مصاب بحاله هلع عم بيهرب منا لشارع من شارع لشارع بيطلع شمال ويمين اذا نحن بعدنا ورا فزعان لدرجه بنشوف قد ايه هو فزعان ما بينزل على الارض ما بينزل على الشارع. يعني انا اخذ تليفونه وسكر لي باب الفان جربت له كذا مره افتح لي اقعد نحكي كذا ما قبلان وقعدت وبيتهددنا من الازاز. انت خليكي ورا وانا راح اطلع على التليفون. يلا ايوه بلال زافين معك. ليك انا بنصحك ما تيجي على الحوره اللي عندي لهون. بنصحك نصيحه على بكره الصبح بتليني انا واخوها دكانه وياك واخوها. ما تتوتر وقاف على جنب خلينا نتفاهم. ليك اقسم بالله بخلي الدم يوصل. تهديد ووعيد كلام كبير من بلال فقطعوا زافين ليحاول يروق. يعني ما بدنا نضرك وقاف ما تخاف ما تهرب من الموضوع يعني لا في درك ولا في شيء وقاف محلا انحلت انحلت ما انحلت ما انتحلت. يا اخي انت هلا اخوها كان عم يحكي معي اخوها هلا كان عم يحكي معي. شو قال لك اخوها؟ اخي المشكله انحل خلصنا نحن بس عبقى جاي اخوها ينزل على المحكمه ينتشر وياخذوا حقهم. بلال وقاف على جنب خلينا بس نتفاهم. يا حبيبي يا حبيبي يا عيوني انت فضلك عروسي بس اسمعني خليني احكي كلمتين. يلا انا الزلمه الدوله كنت لح اسمه عرفت كيف؟ انا ما معي دفتر استثمار ادينا مصوري وعملنا الدفتر طول بالك علي شويه بعد عمره. انت اذا ما معك مصاري ليه رجعت تجوزت؟ ليه هلا مجوز انت من غير مره؟ اقسم بالله ليك ليك اسمع انت انزل لحالك مش وقت جناوي عندنا بالكافيتيريا انزل. بهالماما كان بلال مفتكر انه زافين ملاحقه بالسياره فاستغل زافين هالموضوع ليوصل جينا على المفاوضات. يلا انا وراك انا وراك بالسياره وقف بالكافيتيريا وخلينا نحكي. يلا طيب يلا انا نازل. حكي زافين مع جينا وشرح له الوضع. راح لعنده ايه طلع بالباص استاذ بلال استاذ بلال بس فيك تستقبلنا محل ما في شتاء؟ يا يا عمال عم تصلحوا ولا عم تنزعوا؟ تفضل وين بدنا نحكي على رواق نحن وياك؟ هيك بلا تصوير وبلا هذا نحكي معي. يلا تفضل تفضل هلا اخوها المرهين على اخوها جان. طيب بدي احكي معك على رواق ما بدي احكي بالشارع هيك بين كل العالم اعطيني محل رايق انا وياك بس تفضل. اليوم المرأة حقها منك وحق أولادها ما رح لك حقها هي صفر خلافاتك أنت وياها كل شهر بدك تعطيها هي مسؤولة منك يا أستاذ بلال هي مرتك هي جناحك هي نصك الثاني بالبيت ما معها تاكل بالبراد ما معها أكل ببيتها. أنا هلا بطلع لبرا ما بدي تسأليها إنه أنا قديمة شو ما تقول إنه أنا عم بعلمك. يا أستاذ بلال ما عم تفهمني. أنا فاهمينك والله فاهمينك كل شيء فاهمة منك والله كل شيء هذا أنت اللي عم تحكي هذا أنا واحد فيك. تفضل انت اللي عم تحكي انا وقعت فيه. تفضل اذا انت كل اللي عم تحكي عم تعبي زعيمك فيه انا هذا وقع فيه. من الواضح انه بلال عم يتهرب من الجواب عم بيحور وبيدور وفكره عم يستفز وسطتنا او عم بيضيع للموضوع. عم هون معروف انا يرجع لك في انت مية في حس انساني بتقدر انا منيح ما تقلك على بكره انا جاي احكيك على قصه نفقه قانونيه 100% بتكتب تعطيها للمرأة لأنه كلنا شيزة بدنا شيزة كوشو انت شو بقول لك المحامي انت شو بقول لك ضميرة أنا بدي أحرق المحامي انت بتنامي أستاذ بلال عم خديتك مرتاحة شيء وطال الكلام بس الهيئة بعدنا عم نبرم بمطرحنا فتدخل زفان. انت استنزفت كل طاقتك بهذا الموضوع بدك تجربي هلا لتوصلي لشيء عملي بدك تجربي تبتي موضوع البيت. يعني هلأ انت احكيه مقدم ومؤخر واحكيه يعني قلي له اذا اتفق اذا اتفق هو وخيا انه بكرة بيروحوا وبيتنازلوا على قصة البيت بيتنازل له على البيت برمجي هيدا الموضوع انه يعني خليه يكون موعد رسمي. هلأ بكرة الجمعة يمكن بكرة ما في شيء بس اذا السبت بيفتحوا او التنين. اوكي نظرا للوضع ضيفتنا المأساوي زافين مصر ينهي هالقضية وبأسرع وقت ممكن والأمر يلي زاد من إصرار جي. يلا بدنا نخلص أنا مش فاهمة من هون قبل نخلص القصة. تفضل طولت المفاوضات
وشو بدي بخي؟ انت بس تحكي معنا هلا، حديثك مش مع خي. ورغم محاولات بلال بتاجيل الموضوع لبكره او بعده، جينا ظلت مثابرة. ليك يا بلال بدي افهم منك شغله صديقي، نشف قلبي. انت عندك نيه؟ انت بلال انا عندي نيه، خلص هلا قبل على بكره. نفس الوقت نحن باستوديو متراقبين، مثابره جينا توصلنا لنتيجه، وبعد اكثر من ساعتين من الوقت وصلنا اتصال من الوسيطه جينا. اعطونا جينا. ايش عفاف؟ شو المبسوطه؟ مبسوطه كثير، يعني شو بدي اقول لك، مثل الفازل يعني، بتسك عقده بيطلع لك عقده، بتسك عقده بيطلع لك عقده. المخازن من الامور انه بكره فاطمه رح تروح هي وزوجها معي صباحا عند كتبه العدل بطرابلس، هي بتعمل اسقاط حق عن الدعوة، وهو زوجها بالمقابل بيتنزل عن حصته بالبيت. بتعمل عقد بيع ممسوح، وهي ساعتنا بتحب فاطمة تسجل بتسجل، وباقي مبلغ صغير من البيت من حق الشقة هو كلية عن 5125 دولار، هيدفعهم خيا لفاطمة مقابل بلال بيعمل بيفرغ له حصته بالبيت، وهيك ساعتنا بدها فيها تسجل واخيرا انحلت. جد عن جد بشكرك. ولكل الناس اللي كانوا عم بيقولوا لك نزلتك على التلفزيون على الفاضي، شو بتقولي لهم؟ بقول لهم طلعتوا خايبين انتوا، انا انتصرت. يعني ما حدا كان متوكلني ابدا. اذا انتوا كمان عندكم اي مشكله مثل فاطمه وبدكم تحلوها، فيكم تتصلوا فينا على الارقام والعناوين الموجوده على الشاشه. فاطمه نحن بكره معك كمان. ميرسي. وان الله راد فنجان القهوه بنشربه بالشقه. يا اهلا وسهلا. وهذا ملف واخيرا تصفح. وبصباح اليوم الثاني قصدت وستتنا مكتب كاتبة العدل السيدة ربيحة بطرابلس، ومثل ما وعدنا بلال اتنازل عن حصته بالشقة لفاطمة. بالمقابل مضت فاطمة على اسقاط حق بقسم من حقها وحق اولادها بالنفقة، بس أبقت على مبلغ 250 ألف ليرة لبنانية شهرياً. وتنازلت فاطمة كمان عن مؤخر صداقتها الوبال قيمته 50 ألف دولار. المتعلقة بنفقة زوجي إسقاط لا رجوع عنه، أعطيته بملء إرادتي بعد أن جرت مصالحة بيني وبين طليقي السيد بلال أحمد مسلم. من بعدها توجهت وسطتنا مع فاطمة على مكتب كاتبة العدل السيدة فريحة، وكان بانتظارهم مالك الشقة الحج مصطفى يلي بالطبع نفذ لهم عقد بيع ممسوح من بعد ما تسلم مبلغ 5125 دولار. هيدا سند التمليك الاخضر. اوكي. وهيدي وكاله، هي الوكاله اللي مضى فيها الحاج. وهيك بتكون صارت الشقه باسم فاطمه، وصار فيها تسجلها باي وقت بالدوائر العقاريه. فمبروك يا فاطمه. رد لك حقك برنامج عليك. رد لي حقي، وانا كثير كثير بتشكره، وبتشكرك بالاخص لك انت. وبتمنى لكل وحده تدافع عن حقها وعن حق اولادها. بس شغل وسطتنا ما انتهى هون. يا ترى لوين راحي؟ صحيح، بعد 8 اشهر من المقاطعة قدر برنامجنا على الأكيد يجمع البي بولاده.